بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المستوى الثالث الثانوي، أرحب بكم في درس جديد من دروس علوم البيئة المقررة عليكم علم 201. درسنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون عن الطاقة الشمسية، وهي أحد الأنواع أو أنواع الطاقات البديلة الأخرى عن الطاقة النفط والوقود الأحفوري، وهذه الأنواع من الطاقة. سندرس اليوم بإذن الله تعالى عن الطاقة الشمسية، فلنبدأ معا. وللطاقة الشمسية أعزائي أهمية كبرى في حياتنا اليومية، فهي توفر لنا الغذاء، توفر لنا الضوء، توفر لنا الدفء، وتوفر لنا أيضا الغذاء عن طريق النباتات، فهي المسبب أو العامل الأكبر لنمو النباتات. أيضا أعزائي للطاقة الشمسية أهمية كبرى جدا، فهي المصدر الرئيس لأي نوع من أنواع الطاقات على سطح الأرض. لنأخذ مثالا، النباتات تصنع غذائها عن طريق عملية البناء الضوئي، فعملية البناء الضوئي هي العامل الرئيسي لحصول الغذاء أو لحصول النبات على هذه التغذية. فيأخذ النبات أشعة الشمس، يقوم بعملية البناء الضوئي، ثم يتناوله الإنسان فيحصل منه على الطاقة، وهكذا. أيضا دورة الماء في الطبيعة، مثلا لو أردنا الحصول على الطاقة من الشلالات أو من السدود أو ما إلى ذلك، هذه أي نوع من أنواع الطاقة التي نحصل عليها من الماء، أساسها هي الطاقة الشمسية، لأن بدون طاقة شمسية أو بدون الشمس لا يوجد لدينا دورة ماء في الطبيعة. كذلك الرياح أيضا أعزائي، إذا علمنا كيف تتكون الرياح سنعرف أن الشمس هي المصدر الأساسي. الرياح هي عبارة عن تيارات هوائية، ولكن كيف تتكون هذه التيارات؟ تقوم الشمس بتسخين بعض المناطق، مثلا هذه المنطقة ستكون منطقة هواء حار، منطقة حارة، وهذه المنطقة ستكون منطقة هواء بارد أو منطقة باردة. فماذا يحدث؟ لتفاوت الحرارة بين هاتين المنطقتين ستحدث عملية أو ستوجد الرياح. فمن المسبب الرئيسي للرياح أو لأي نوع من أنواع الطاقة؟ هي الشمس. أيضا أعزائي الشمس هذه الطاقة الهائلة والمصدر الرئيسي. كيف الشمس من البداية أصلا كيف تحصل على طاقتها؟ من أين؟ الشمس أعزائي تحصل على الطاقة الشمسية من خلال عملية الاندماج النووي الحراري. عملية الاندماج هي في الأساس عبارة عن تحدث في مركز الشمس، حيث تكون الحرارة هائلة جدا، والشمس كلها عبارة عن أنوية لذرات الهيدروجين، فتقوم ذرات الهيدروجين بالاتحاد معا. فمثلا لدينا هنا ذرة هيدروجين وذرة هيدروجين أخرى، ماذا سيحدث؟ سيتحدان معا، وعند اتحادهما يكونان نواة لذرة الهيليوم. فأثناء تكوين هذه النواة الهيليوم في هذه أثناء هذه العملية يخرج يعني جزء بسيط من كتلة زائدة، يعني كتلة، هذه الكتلة عبارة أساسا عن طاقة، ولكن ليست طاقة عادية، طاقة هائلة جدا، وبالتالي تحصل الشمس على طاقتها من هذه من عملية تكوين نواة الهيليوم. وهذه الطاقة تكون على شكل طاقة حرارية وطاقة ضوئية، هذا النوعين من الطاقة. فهذه الطاقة الهائلة أعزائي التي تخرج من الشمس، في الحقيقة الشمس التي نراها كل يوم والضوء المرئي الذي نراه، الأشعة التي تصلنا من الشمس، في الحقيقة لا يصلنا من الشمس سوى 10 سالب 12 فقط
من كمية الطاقة التي تنتج من الشمس، وهذا جزء بسيط جداً جداً من الطاقة الحقيقية التي تنتجها الشمس. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن أعطانا الكمية المناسبة فقط لحياتنا من الطاقة الشمسية فقط وليس أكثر. لاحظوا أيضاً أعزائي، سنرى كيف يعني كيف نستفيد نحن البشر أو أي كائن حي في هذه البيئة من الشمس. لاحظوا معي في البداية، لدينا هنا طاقة شمسية. طاقة شمسية، هذه الطاقة الشمسية تقع على شكل حرارة وأشعة تقع على جسم ما، فلنفترض أنه النبات، نأخذ مثالا نبات يسقط عليه ضوء الشمس، ماذا سيحدث؟ سيمتص النبات أشعة الشمس، عملية بناء ضوئي، ينمو النبات، تنتج لدينا مثلا الثمار، هذه مثلا التفاحة، ماذا سيحدث؟ من الذي سيتناول هذه التفاحة؟ الإنسان، الكائن الحي. فماذا حدث؟ هذه الطاقة الشمسية انتقلت إلى النبات، وبالتالي ثم انتقلت إلى الإنسان. فهذه الطاقة فقط تنتقل وتتحول من شكل إلى آخر. هذا الإنسان يستطيع، يمكن أن نلاحظ ارتفاع حرارة درجة الجسم بعد الأكل، طاقة حركية كبيرة، فتتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية وربما طاقة حركية، يستطيع الإنسان أن يتحرك بعد الأكل. فهذا يحقق لنا أعزائي قانون حفظ الطاقة، وربما درستموه سابقا. قانون حفظ الطاقة ينص على أن الطاقة لا تفنى ولا تخلق من العدم، ولكن فقط تتحول من شكل إلى آخر. طاقة شمسية إلى طاقة حرارية إلى طاقة كيميائية، أنواع طاقات متعددة. من أهم مميزات الطاقة الشمسية أعزائي أنها طاقة زهيدة، رخيصة الثمن، نظيفة جدا، لا ينتج عنها أي نوع من أنواع التلوث، وكذلك متجددة. فنحن نعلم أن الشمس دائما الحمد لله موجودة، ولكن لها سلبيات أيضا، أنها ليست مصدرا ثابتا، فربما غطتها الغيوم، وربما تعاقب عليها الليل، فبالتالي هي ليست مصدر ثابت أستطيع الاعتماد عليه 100% دائما. وكذلك أنني إذا أردت الاستفادة من هذه الطاقة الشمسية سأحتاج إلى أجهزة، وهذه الأجهزة مكلفة ويعني غالية الثمن لنحصل عليها. فهذه من أهم سلبيات الطاقة الشمسية، ولكن على الرغم من هذه السلبيات نستطيع الاستفادة من الطاقة الشمسية عن طريقتين. الطريقة الأولى هي الطاقة الشمسية السلبية، والسلبية هنا أعزائي لا نقصد فيها شيء سلبي أو شيء يعني ليس جيدا، ولكن طاقة شمسية سلبية هي الطاقة التي أقوم أو التي تطلقها الشمس ثم تخزن في غرفة مغلقة فقط هكذا بشكل طبيعي. أعطيكم مثالا، لو مثلا تخيلوا أنفسكم في السيارة في شهر أغسطس مثلا شهر 8 وفتحتم السيارة وجلستم، ماذا ستلاحظون؟ حرارة هائلة جدا موجودة داخل السيارة. هذه الحرارة ناتجة عن الطاقة الشمسية. فأنا لو جالس الآن، الإنسان جالس في السيارة، ستصله هذه الحرارة، وهذه الحرارة أو هذه نوع من أنواع الطاقة الشمسية عبارة عن طاقة شمسية سلبية، لا أستطيع تخزينها، من الصعب جدا تخزينها، لا أستطيع تجميعها، ولكن أستفيد منها على شكل دفء يعني للتدفئة أو للإضاءة مثلا، فأستفيد منها في التدفئة والإضاءة فقط، ولا أستطيع الاستفادة منها في شيء آخر. وبالتالي أعزائي سميت هذه الطاقة بالطاقة الشمسية السلبية لأنني لا أستطيع الاستفادة منها بشكل مباشر. ولكن كيف أستطيع الاستفادة؟ يعني ربما نستطيع الاستفادة منها ولكن عن طريق البناء. لاحظوا معي أعزائي أنني إذا أردت الاستفادة من أشعة الشمس السلبية يجب أن أبني بناء مخصصا
لهذا أو لتجميع هذا النوع من الطاقة. لاحظوا معي هذا المنزل مبني لاستعمال الطاقة الشمسية السلبية ويستخدم عادة لتدفئة المنازل. لاحظوا معي أولا هذا البناء، أولا نوافذه الزجاجية تكون كبيرة لكي تحصل على أكبر قدر من الأشعة الشمسية، وكذلك الحوائط تكون مبنية من مادة تمتص الطاقة الشمسية مثل الإسمنت وغيرها، يمتص كل الطاقة الشمسية وهذا كله يحدث في أثناء النهار. أيضا حتى الأرضيات، الجدران، جدران المنازل كلها تكون مصبوغة بلون قاتم أيضا ليمتص الحرارة. وكذلك هناك لدينا في أحد زوايا المنزل سيكون لدينا خزان، وهذا الخزان متصل بأنابيب على أرجاء المنزل، وهذا الخزان مليء بالماء ويمر هذا الماء داخل هذه الأنابيب وتنتشر في جميع أرجاء المنزل. فهذا في بناء المنزل الذي سأستعمله لتدفئة المنزل باستخدام الطاقة الشمسية السلبية. ماذا سيحدث؟ لاحظوا معي الآن هذه هي الشمس. في النهار ستدخل أشعة الشمس إلى المنزل عن طريق النوافذ الزجاجية الكبيرة، وسيحتفظ المنزل بجميع الحرارة في أثناء النهار لأن لديه العوامل التي تساعده على ذلك. فماذا سيحدث للأنابيب، لهذه الأنابيب وخزان الماء؟ سيأخذ جميع الحرارة وسيحتفظ بها لأن الماء يحتفظ بالحرارة. طيب في أثناء الليل ماذا سيحدث؟ في أثناء الليل تنخفض درجة الحرارة ويبرد المنزل. ماذا سيحدث؟ سيقوم هذا الخزان المائي سيقوم هذا الخزان المائي بإشعاع الحرارة مرة أخرى في أرجاء المنزل. هذه الحرارة التي احتفظ بها طول اليوم سيطلقها في الليل، وتستمر العملية في ثاني يوم، تجميع الحرارة ثم توزيعها، تجميع الحرارة ثم توزيعها. فهذا بالنسبة للطاقة الشمسية السلبية. أما النوع الثاني من الطاقة الشمسية هي الطاقة الشمسية الإيجابية. الطاقة الشمسية الإيجابية الاختلاف أنني هنا أستطيع استخدام أجهزة، وهذه الأجهزة أستعملها لتجميع وتخزين وتوزيع الحرارة الناتجة من أشعة الشمس. فلاحظوا معي في هذه الصورة، هذا عبارة عن مجمع حراري. ماذا سيفعل هذا المجمع؟ نضعه فوق مثلا سطح المنزل أو سطح البناء. هذا عبارة عن شرائح من أو ألواح داكنة جدا. لماذا داكنة؟ حتى تمتص كل الطاقة الضوئية والحرارية من الشمس، وتمتص الطاقة الشمسية هذه الألواح، وتكون موصلة أيضا بنفس فكرة الطاقة الشمسية السلبية، تكون موصلة بأنابيب، وهذه الأنابيب تحتوي على مادة مثل ماء أو هواء أو مادة مانعة للتجمد أو ما إلى ذلك، مضادة للتجمد عفوا. فبالتالي هذه الفكرة الأساسية من المجمع الحراري. ماذا سيحدث؟ لاحظوا معي هذا المنزل، هذه صورة تخطيطية بسيطة. الذي سيحدث أن هذه هي مجمعات للطاقة الحرارية موصلة كما ذكرنا بأنابيب. هذه الأنابيب طبعا هنا لدينا حرارة عالية جدا موصلة بأنابيب فيها ماء، هذا الماء سيكون حار جدا بسبب الطاقة الحرارية الموجودة من الشمس، فينتقل عبر أرجاء المنزل هنا في خزان موجود تحت الأرض أو في الطابق السفلي. ماذا سيحدث؟ سيجمع الماء الساخن ويوزعه مرة أخرى على أرجاء المنزل، فتنتشر التدفئة داخل المنزل. يمر الماء الساخن في الأنابيب ويدفئ المنازل ويعود مرة أخرى، مرة ثانية سألاحظ أنه سيعود مرة أخرى إلى الخزان على شكل ماء بارد، فقد حرارته وتحول إلى ماء بارد، ويقوم هذا الخزان بتسخينه أو عفوا بإرساله مرة أخرى إلى مجمعات الشمس وتسخينه، ثم يبرد ويسخن وهكذا.
تحدث العملية طوال الوقت، ولكن لاحظوا أننا استخدمنا أجهزة لتجميع وتخزين وتوزيع الطاقة. هناك نوع آخر أيضا استطيع الاستفادة منه من الطاقة الشمسية، وهي الخلايا الكهروضوئية. سأريكم صورة الآن وستتعرفون عليها، ولكن قبل أن أريكم الصورة، الخلايا الكهروضوئية أو تسمى خلايا PV، هذه الخلايا، هذه هي الشكل الخلية، هي عبارة عن رقائق مصنوعة من مادة شبه موصلة مثل السيليكون أو السيلينيوم، وهذه تنتج الكهرباء مباشرة. ماذا سيحدث؟ عند سقوط أشعة الشمس، هنا هذه هي أشعة الشمس، تسقط على هذا لوح السيلينيوم أو السيليكون، مادة توصل التيار الكهربائي، ماذا سيحدث؟ ستنطلق الإلكترونات وترتفع إلى مستويات عالية، طاقة عالية، تتحرك الإلكترونات. فحركة الإلكترونات هي في الأساس عبارة عن تيار كهربائي، فهذه الإلكترونات تتحرك وتنتقل، لاحظوا، تنتقل تضيء المصباح وتتولد، يتولد التيار الكهربائي، فبس فقط من خلال أشعة الشمس. هذه الشرائح الكهروضوئية تستخدم في العديد من الأجهزة مثل الحاسبات، الكالكوليتر، ستلاحظون هناك شاشة موجودة فوق الكالكوليتر بهذه الطريقة، لونها شوي بني. هذه الشاشة هي عبارة عن خلايا PV، أيضا تكون أحيانا موجودة في ساعات اليد ولها استخدامات عديدة أخرى. ومن أهم مميزات الخلايا الكهروضوئية أعزائي أنها لا تسبب التلوث. هذه هي الخلايا الكهروضوئية التي أخبرتكم عنها لاحقا، ربما لاحظت يعني عرفتموها الآن. أولا أنها لا تسبب تلوث، ثانيا خفيفة الوزن جدا، وزنها خفيف جدا، لا تسبب التلوث، وأيضا لا ينتج عنها النفايات، ولا تستهلك مواد كثيرة في تصنيعها. فهذه كلها عبارة عن مميزات لهذه، يعني لا تسبب التلوث، مميزات كبيرة جدا لهذه الخلايا، وكذلك تعيش لفترة زمنية طويلة جدا، فبالتالي توفر علي التكلفة المالية. وهكذا أعزائي الطلبة، أشكركم جزيلا على حسن مشاهدتكم، ألقاكم مرة أخرى بإذن الله تعالى، تحياتي لكم.